نروح نشوف متوسط أسعار صرف العملات الرسمية مشاهدينا. نبدأ بالدولار الأمريكي، سعر البيع فيه 19.44 والشراء 19.37. اليورو سعر البيع فيه 19.42 والشراء 19.34. جنيه استرليني سعر البيع فيه 22.33 والشراء 22.23. الفرنك السويسري سعر البيع 20.30 والشراء 20.21. اليوان الصيني سعر البيع 2.78 والشراء 2.77. ريال سعودي سعر البيع 5.17 والشراء 5.15. دينار كويتي سعر البيع فيه 62.94 والشراء 62.67. درهم إماراتي سعر البيع فيه 5.29 والشراء 5.27. ودلوقتي نتابع ونشوف أسعار الذهب النهاردة وصل لكم. عيار 18 سعر السوق النهاردة 955 جنيه للجرام. عيار 21 1114 جنيه للجرام. عيار 24 سعر السوق النهاردة 1273 جنيه. وأخيرا الجنيه الذهب سعر السوق فيه 8912. ودلوقتي نرجع لأحمد وباسنت لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليك يا لمي.